فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يضحك الله عز وجل؟ سؤال قد يتعجب منه البعض وقد لا يصدقه آخرون. أما عن صفة الضحك لله تبارك وتعالى فهناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن الله عز وجل يضحك، لكن حاشا لله أن يزعم أحد أنه جل وعلا يضحك مثل ضحك البشر أو مثل أي شيء، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما نقول كما قال الله عز وجل في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. والآن نأتي مع الجزء الثاني من الفيديو السابق، وهو المواقف التي ضحك الله فيها عز وجل لعباده المؤمنين. ذكرنا فيما سبق موقفين ضحك الله فيهما لعباده، والآن مع باقي المواقف التي ضحك الله جل وعلا فيها لعباده المؤمنين. الموقف الثالث: ضحك الله للصحابي سعد بن معاذ بعد وفاته. يعد الصحابي الجليل سعد بن معاذ من أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اهتز لموته عرش الرحمن. وعن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد ابن سكن، قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرفأ دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. رواه الإمام أحمد في مسنده. أما الموقف الرابع الذي ضحك الله عز وجل فيه لآخر رجل يدخل الجنة، في قصة آخر من يدخل الجنة، ففي صحيح البخاري ومسلم من الحديث الطويل لأبي هريرة: في آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا فيه. وفيه أن الرجل يظل يدعو ويلح ويرجو من الله أن يدخله الجنة بعدما أخرجه من النار وجعله على باب الجنة، حتى يقول: أي ربي لأكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة، فإذا دخل قال الله له: تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى أن الله لا يذكره يقول كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني، قال الله: ذلك لك ومثله معه. الموقف الخامس: ضحك الله عز وجل للرجلين يقتتلان. رجلان أحدهما مؤمن والآخر كافر، فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فكلاهما يدخل الجنة، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يضحك الله لهم في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، ونسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.